والله. انا ما معيش فلوس اصلا عشان اشتري، لاني اتفصلت من شغلي بدون ذنب. منين هجيب حق اللحمه اللي انا هجيبها لاولادي؟ بقالي 3 سنين بجري في المحاكم مش عارف اخد حقي. لا ده انا كده اهوت يعني اضحك احسن بقى، ولا اقول لك ايه؟ افرحوا يا مصريين، اللحمه انخفضت. ليه مش هتشتري منهم؟ مش مصدق. لا هي قرار نازل ان كان 25. اللحمه دي جايه منين؟ قبل ما ناكلها وان احنا يعني قبل ما نشتريها جايه منين؟ جايه منين؟ احنا برضه يعني انا هاكل لحمه، اوكي ماشي انا معاكي، بس دي جايه منين؟ انا والله انا اشتريت اللحمه بتاعتي امبارح كيلو ب 68 جنيه من حلوان، كيلو بلدي ب 68 جنيه ومكتوب عليها القوات المسلحه تحت اشراف محافظه القاهره وزاره الزراعه طبعا. اشمعنى؟ ارخص، ادام الكيلو ب 25 جنيه يبقى ده سعر ما حصلش. لا انا عن نفسي عامه انا بجيب خروب بلدي من ناس مضمونه، الكيلو صاح السنه دي تقريبا ب 44 جنيه او ب 43 جنيه، فانا متعود ان انا اذبح، عاده عندي يعني ان انا اذبح، ما بحبش اشتري ولا اجيب من عند الجزار. اكيد هشتري ابو 25. ليه؟ اولا لانه ارخص، ثانيا الفرق بينه وبين التاني تكلفه كبيره، يعني انت بتتكلمي مثلا في 13 جنيه. زياده الزراعه افضل. لحمه مضمونه. مش اضمن من الزراعه. مش هشتري من حاجه من الاثنين. ليه؟ هشتري من بره لان انا ما اضمنهمش اصلا. كل ده كلام كذب غير حقيقي. قبل كده مش قالوا لنا الفرخه هتبقى ب 75 قرش؟ وزاره التموين قالت الفرخه هتبقى ب 75 قرش. واللحمه اللي ب 25 جنيه دي لحمه جايه من البرازيل بقى لها 3-4 اشهر في السفن وفي البواخر، لحمه فاسده اصلا ما تتاكلش. كيلو اللحمه عند الجزار ب 100 جنيه، دول مش عايشين الواقع اصلا. 38 جنيه ايه؟ طب حضرتك اللحمه دي اللحوم دي سواء كانت المشايه دي جايه من بره ولا ايه؟ يعني على السعر كده، لان الكيلو بره ب 85 وب 90، فازاي هم ينزلوا ب 25 اللحمه اللي جايه مصدر اللحمه يا فندم؟ لكن الخروف ده على 6 شهور، الخروف ده حاجه ما طبعا حاجه على 6 شهور بكام يا فندم؟ 38. اللي على 6 شهور ب 38 الكيلو. طب وبعد كده ما فيهوش زياده طبعا، يعني 38 هي 38. لا الخروف طبعا اللحمه انت شايفها وعارفها، ولو خدت انت الخروف طبعا حاجه اكيد كويسه. 38 من 25 فرق بسيط، بس لما يكون حاجه نظيفه وانت مضمونه غير ما تيجي بحاجه انت كده من بره.